الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله حبايبي الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي كتير حلو، وبهذا الوقت الشتاء البارد اللي انا زيكم الصراحة الماسكات احس فيها يعني بتبردني بزيادة. تعرفون احنا الجو كتير شتاء وكتير بارد، وإنا كم يوم من يوم وبعمان كتير عندنا الجو بارد. فأنا بهذا الجو، وفي أخت طلبت مني قالت لي يا أم يوسف أنا ماني قادرة أحط الماسكات أبرد، بيتي كتير بارد. فأنا اختاريت بهذا الوقت ماسك ما راح يخليكي شلون نقول كل ساعة تغسلين وجهك، بدك كل دقيقة ماسك، كل يوم بدك ماسك، لا راح يخليكي بيغنيكي ان شاء الله عن كتير ماسكات بهذا الوقت بهاي الاثناء بهاي الايام كتير كويس. وهو بكل وقت وبكل الايام هو كتير كويس الصراحة. وانتو شايفين انا حاطت لكم الموز، والموز فظيع جدا للبشرة. قبل ما ابدي الفيديو واحكي لكم عنه، انا وعدتكم اني اليوم انزل لكم وصفة زيت للشعر فظيع صدقوني، للصلع للفراغات ان شاء الله تاخذوا نتيجة، وراح تشوفون ليش احكي لكم راح تاخذوا نتيجة 100%. بس تشوفوا الفيديو، ما راح شلون نقول الفيديو راح يكون على القناتين، قناة مملكة الفنون والتجميل هو راح يكون الزيت، وضروري جدا حبايبي كمان تحطون الطريقة اللي راح تستعملوها مع الشامبو، راح اعرضها على قناتي قناة مملكة الفنون واليدوية. يعني فيديوين بنفس الدقيقة راح ينزلن. طيب واحد زيت، وبعد ما تكملين الزيت تحطين الشامبو اللي سويتها، المادة اللي تحطيها مع الشامبو، وتقدرين تحطيها كمان حتى على شعرك بعد الحمام. يعني تقدرين تحطين الزيت قبل الحمام، بعديها تغسلين شعرك بالشامبو، بعديها تحطين كمان من هاي المادة. وهذا لازم تزورون القناتين عشان تشوفون الفيديو. المهم حبايبي، قشور الموز، قشور الموز يعني الصراحة شقد ما راح احكي لكم عنها، ما راح اوفي انا يعني بحق قشور الموز، وشو هي تدخل بعلاجات، وشو بتعالج، وشو بتخلص. هي صراحة يعني هاي الموزة، الموز إلى خصائص كتير حلوة، غني إن كانت اللبة تبعت الموزة، يعني الموز هو نفسه إلى خصائص شغلات كتير قوية. والقشر فيه فوائد أكتر من اللب، صدقون فيه فوائد يعني فظيعة جدا، يحارب حب الشباب، الأكزيما، الفطريات، الصدفية، كل مشاكل الأمراض الجلدية، تهيج الجلد، احمرار البشرة، ينعم، يرطب، يجعل البشرة خالية بعون الله من جميع شلون نقول التجاعيد، ينعم البشرة كتير كويس. معلش اشرب كافي وقاعدة اروح عنكم. طيب حبايبي، حبايبي بدي اعرفكم اول اشي يعني على الموز، عشان القشر مال الموز من اليوم وطالع ابدا لا تكبوه، استفادوا من عنده. طيب قشور الموز حبايبي يخلص من حب الشباب والتجاعيد اللي بالوجه، بالاخص الخوات اللي تجاعيد حتى اللي عمرها 14 سنه تستعمله، بس انا بقول بالاخص الخوات اللي عمرهم فوق ال 40، زين عندهم مشاكل تهيج بالبشره، عندهم تجاعيد، عندهم خطوط رفيعه. في اخت كتبت لي قالت لي ضعفت وعندي خطوط كتير رفيعه بوجهي ووجهي كتير خرب، استعمل الموز. وانا كتبت لي اياه وعلى عاتقي وشوفي شلون راح يصير وجهك. استعملي الموز فظيع جدا للبشرة، الموز رخيص حبايبي وغير مكلف، والقشور احنا دائما نرميها، زين يعني دائما نرميها، بس هاي القشور اللي عندها ابنها او بنتها يعانون من حب الشباب، القشور الموز كتير كويسة. لو اخدتي هي نفسها القشور وسويتيها هيك على كيفك، على شلون نقول هيجان البشرة او الحبوب، كتير منيحة للبشرة اللي
شلون نقول كتير جافه وكتير منيحه للبشره الدهنيه كمان، كثير منيح. راح اعلمكم صاحبات البشره الدهنيه كيف تستعملوه، تاخذون القشور وكيف راح تستعملوه بالنسبه للبشره الدهنيه. وتقدر البشره الجافه بس مو يوميا، البشره الدهنيه تقدر يوميا هاي الطريقه، البشره الجافه تقدر تستعملها مره بالاسبوع، بس القشور تقدرين تستعمليها باليوم مرتين وثلاثه واربعه نفس القشر وتسويه ببشرتك. القشور تقدرين تضميه بالثلاجه، تاكلين حبه الموز وتضبيها بالثلاجه، لا تخلين اللب تبعتها جو هسه ورجيكم اياه افضل يصير اسود. حبايبي زي ما قلت لكم قشور الموز، لا تقولوا ام يوسف تحكي كثير، بس انا حابه انكم الانسان يتوعى من تقعدين حدا يرمي قدام قشره موز تطي هاي المحاضره زي ما بعطيكم اياها، بس انا عشان حبايبي تستفادوا. قشور الموز حبايبي يوجد فيها فيتامينات ومضادات للاكسده، وهاي حبايبي تساعد على حماية البشرة من أضرار الشمس. يعني طلعتي برا وصارت عندك أضرار بالشمس ببشرتك، احمرار تهيج، جيبي قشرة الموز ومسحيه. في أخت كتبت لي قالت لي أوقف على التنور وجهي يصير أحمر، سوي قبل ما توقفين على التنور بقشور الموز وبعد ما تخلصين بقشور الموز، وادعي لي وادعي لي وقولي أم يوسف قالت لي. بشرب كافي معلش. طيب حبايبي كتير كويسة لأضرار الشمس، أضرار أي درجة حرارة شلون تقول تتعرض إلها بشرتكم. كمان حبايبي الموز غني بالأحماض الدهنية، قشور الموز تقضي على حب الشباب والتجاعيد، ورح أطلع لكم وصفة في خوات كتبولي الحب الشباب مباشرة بعد هذه الوصفة. الزيوت والأعشاب والمواد اللي تستعمل لكل أخت أو أخ أو أولاد أو بناتكم عندهم شلون نقول حبوب بالبشرة، رح أعطيكم كتير علاجات تقدرون تستعملوا اللي موجود عندكم مباشرة بعد هذا الفيديو. حبايبي كتير كويسة قشور البيض زي ما القشور الموز للحب الشباب والتجاعيد، وتوجد فيها حبايبي هاي القشور فيتامينات اكثر من لبه الموز، بها فيتامين A وسي وبي وA وA، فيها فيتامينات وفيها كمان بوتاسيوم وكمان بها الزنك. زين كثير غنيه صراحه بكثير من الفيتامينات، يعني ايش قد ما راح احكي لكم ما راح اوفي بهذه القشور ابدا حبايبي. كمان حبايبي هي شلون تسوي، تعطي للبشره نعومه شفافيه بشكل طبيعي، يعني تحسين بشرتك ابالك مال شلون نقول احنا بالالماني نقول يونغ فراو، يعني تبعت شلون بحكي لكم اياها، تبعت بنيه صغيره، يعني بنات بعز الشباب بشرتك تكون مشدوده يشد البشره. حبايبي بالاخص إذا أخذتوا شلون نقول الموز في نظامكم الجمالي، يعني هي خليتوها نظام جمالي لكم يوميا، كل من ما جيبي لك ولو حبة موز ويوميا خليها من الصبح لليل تقدرين تستعمليها، وأي ماسك بعديها ما في، تقدرين تسويه وتنامين، يعني تدهنيها على وجهك وتنامين، ما بتحتاجين كريم ليلي ولا كريم نهاري. طول ما انت قاعده بالبيت ما راح تحتاجين، هي كمان هيك شلون تقول 20 دقيقه تفركيه بوجهك وتسيبيه، وحتى تقدرين ما بتغسلين. زين للحصول على بشره جميله ومظهر كتير حلو راح تشوفيه بعد اسبوعين، راح تحسي تغيير كامل للبشره. كمان قشور الموز تخلص البشره الدهنيه من الاوساخ والزيوت والدهون الموجوده ببشرتك، لو اخذتي القشور ومسحتيها على بشرتك، بس لازم قبل ما تبدين بيها وانت بشرتك دهنيه لازم تغسليها. طيب كيف راح تغسلين؟ بشرط حبايبي بشرط ولازم تغسلين بشرتك قبل وتكون نظيفه وجاهزه لهذا هاي القشور عشان تتغلغل بالجلد. حاولوا حبايبي غسلوا اهل البشره الدهنيه والجافه، وبنفس الوقت حتى الجافه بقول لكم بشره الدهنيه حطي شويه سوداء شويه سوداء، ويا حطي هون نقول شوفان، حطي هيك نتفه الطرف هذه سوداء
وبعديها شو بتسوين؟ بطرف الملعقة الصغيرة سودة واخلطيها وحطي مي وسوي هيك سوي هيك سوي هيك لحد ما شفتيه صار مثل الكريمي، وحطيه على وجهك وظلي فركي بوجهك مساج هيك دائري، وبعدين غسلي وجهك بالماء البارد ومباشرة حطي الموز. الموز فظيع جدا للبشرة الدهنية والجافة. حاطه مكياج وجهك تعبان والليل كله النهار كله وجهك فيها المكياج، مباشره غسلي وجهك وحطي قشور الموز. وانا بحكي عن ثقه، يعني بحكي معاكم عن ثقه وعن تجربه، وجربوها. هذه الشغلات اللي بحكي لكم اياها راح الصراحه تغنيكم عن كل الكريمات. عندك بشره دهنيه وحبوب وهيجان كمان ببشرتك، كيف رح تتعاملين مع بشرتك؟ بشرة دهنية، حبوب، هيجان عندك، احمرار ببشرتك، كيف رح نتصرف؟ أول إشي حبايبي غسلي وجهك، إذا ما قدرتي بالشوفان أكيد إلك أنتي، أنتو أهل البشرة اللي فيها كتير حساسة، كتير فيها حبوب، إلها شلون يقول تروحين على الصيدلية وتاخذي لك غسول، غسول من الصيدلية خاص بالوجه إذا أنت شايفة بشرتك تتحسس من الشوفان والهذي. دائما حبايبي خذي بضع قطرات، بضع قطرات من، يعني هذا كتير مركز عندي، كتير مركز عندي من ألمانيا جبته، هو زيت شجرة الشاي تبقوا عند الدي أم الخوات اللي عايشين بألمانيا. زين حبايبي كتير مركز. إيش ده حتسوين؟ تاخذين كوباية هالقدها مال مي وحق خمس نقاط من هذا، وبعديها تخضيه كويس. وشو تسوين؟ وبالقطنة على المكان اللي فيه هيجان وفيه حبوب، هذا رح يقتل البكتيريا وبنفس الوقت يمنع ظهور الحبوب. زين وكتير كويس كمان. تقدرين تسيبيه لحد ما تمتص بشرتك ومباشرة بالموز، قبلي تقدرين الموز، يعني صراحة غير طبيعي القشور الموز للبشرة. كمان حبايبي لو أخذنا قشور الموز زي ما قلت لكم وقطعناها قطع هيك صغيرة وفركنا فيها بشرتنا، وشو عملنا بعد ما فركنا بشرتنا حبايبي؟ بس أطفي الغسالة. وحبايبي فركنا فيه البشرة تبعتكم آسفة حبايبي، وسبناه على الوجه 10 دقائق 20 دقيقة حبايبي، وتقدرون بعديه تغسلوه. تقدرون لازم حبايبي تسيبوه مو أقل من 15 دقيقة بحالة أنت موظفة أو تنزعجين أو زوجك ينزعج، مو أقل من 15-20 دقيقة حبايبي. عشان شو؟ عشان يتغلغل بالجلد. وأنت تحطين فيه لازم، زين وانت تحطين فيه لازم حبايبي، شوفوا هسه انا هيك فتحتها، وانت تخلين فيه لازم تظلين تفركين على الاقل خمس دقائق. ليش خمس دقائق؟ عشان يتغلغل حبايبي هيك، لان هاي المادة لا تطلعوها هيك، خل وسوي وظلي افركي على بشرتك او على اي وجه، على الايد على الصدر، كتير كويس حبايبي. اذا عندك صدفية عندك اكزيما كتير كويسة، هاي القشور للاكزيما منيحة كتير حبايبي. ظلي بالنسبة للبشرة الدهنية تقدر كمان تستعمله بين يوم ويوم، تاخذين ان شاء الله يكون جنبي طبعا قلت شغاله، خليه تاخذين هيك القشور هيك تفتحيها وترشين عليها هيك بضع هيك نتف قليل من شنو من السودة، وبعدين شو سوي تفركيه هيك بايدك، بعديها تجين تسوين هيك على البشره. هذا حبايبي للبشره الدهنيه طبعا فظيع جدا، يزيل الدهون يزيل الاوساخ، وبنفس الوقت حبايبي مو بس يزيل الدهون ويزيل الأوساخ كمان يزيل التجاعيد، يقضي على البكتيريا اللي تكون موجودة عند صاحبات اللي وجوههم في حبوب. في أخت كتبت لي على الفيس وأنا قريت تبعتك وقلت لك رح أسوي لك، وأهيني أنا إن شاء الله رح أنزل لك وصفة كتير حلوة على قناتي قناة مملكة الفنون اليدوية، كتير حلوة وإن شاء الله تنال رضا الجميع. حبايبي كمان زي ما قلت لكم لازم بعد ما تسوين تدليك فيه تسيبيه على بشرتك على الأقل 15-20 دقيقة. بهذا الوقت
يعني شلون تقول، حتى انا مثلكم ما نقدر كل ساعه نروح نغسل وجهنا، ما نقدر كل ساعه نحط مثلا ماسكات. حطي كل ساعه ساعه ونص تقدرين موز، وشوفي بشرتك كيف تصير بشره جميله جدا، تتخلصين من جميع شلون نقول التجاعيد. طيب في اخت كتبت لي كمان شو عندها الفالول. طبعا حبايبي من فوائد قشور الموز غني بالمعادن والفيتامينات، ويمكن كمان استخدامه للتخلص من الفالول. يعني تاخذين قطعه صغيره هيك نقول حبايبي، بس اورجيكم فتحناها هيك. طيب تاخذين قطعه هيك صغيره زين، ونقول عندك شلون نقول مثلا هون تجيبيها وتفركين فيها اول اشي هيك الفالوله، تظلين تفركين على المكان، تظلي تفركي 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 بحيث تخليها يعني هيك اقل اشي فت خمس دقائق تظلين تفركين. بعديها تاخذين قطعه هيك صغيره. طيب وين عندك الفالول؟ قطعه هيك صغيره وتحطيها. طيب وش هيك قطعة على الفالولة، وتجيبين ضماد تبعت الجروح وتحطيها، وتخليه ليلة كاملة، وتظلي تكرري هاي العملية. خاصة في أخت كتبت لي عندها فالول بوجهها، وأنا الصراحة حايرة معاها، ما أقدر الوجه ما يلعب فيه، يعني ما يلعب فيه. أنا بعرف في أكو عصارة بألمانيا كتير كويسة، بس هي زي مادة كيف نقول هيك شلون يقول التيزاب يحرقها، بس مو بالوجه، هاي بالقدم، تحت القدم من تحت هيك، هي تفيد كمان حتى للمسامير الجلدية. بس هاي الوصفة يوم على يوم يوم على يوم راح تقتلين الفالول كله. روحي على أكبر وحدة، على فكرة احنا نقول هاي الأم زين، إذا منتشر عندك كثير بالوجه روحي على أكبر وحدة، أول وحدة طلعت لك وأنت أكيد تعرفين هذه هي اللي تنشر. إذا عندك بس وحدة خير وبركة، سوي هاي الطريقة يوميا وتنامي فيه يوميا بالنهار وأنت قاعدة تفركين عليها زين، فركي 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 عليها. بالليل نمتي حطي قطعة ونامي، كمان كتير كويس بالنسبة للأخت اللي كتبت لي عدها فالول بوجهها. طيب حبايبي كمان شلون نقول هو كتير كويس حبايبي للخوات اللي يعانون من الصدفية، اللي يعانون من شلون نقول يعانوا كمان من الأكزيما، اللي عندهم هيك مثل قشرة السمك زين، مثل قشرة السمك. أنا صدقوني والله ما كذب عليكم، ثقوا يعني قبل تقريبا 8 سنوات صارت ورق إذاني أحس إشي يلمع ومثل القشرة، صدقوني عالجتها بالأفوكاتو وقشور الموز. كنت يوميا أجيب قليل من الأفوكاتو وأفرك عليها زين، وبعديها أجيب قشور الموز وأفرك عليها، ما فيش أسبوع ضبط اختفت نهائيا من وراء إذاني كانت طالعة. احنا بشر حبايبي ويصير عندنا كتير شغلات وكتير يعني بالجلد، كثير شغلات تصيبنا بالجلد. فيا حبايبي اتعاملوا مع بشرتكم بهذه الاسلوب، وان شاء الله قشور الموز كتير كويس حبايبي، كمان يعالج البشرة يعني اللي تهيج بكل اشي بتهيج كتير كويس. ممكن تستعملين قشور الموز مع حبايبي شلون نقول مع القرع. في اخت كتبت لي من سوريا قالت لي انا عندي القرع ما اعرف شلون استعمله. تاخذين القرع قطعه من القرع وتغليها، وبعدين تجيبي تهرسيها مع حبه الموز كتير كويسه. اليقطين هو القرع، تستعمليه مع المانجا مع الافوكادو مع الموز مع البطاطا، هو نفس القرع. لو هرستي وحطيتي عليه زيت زيتون وحطيتيه على البشرة فظيع جدا. بالنسبة للبشرة الجافة كتير شديدة الجفاف، وبهالوقت سويت لكم زيت من البابايا وموجود على قناتي مملكة الفنون اليدوية. أهل البشرة الجافة استعملي وادعيلي، استعملي وادعيلي يعني فظيع جدا حتى للتجاعيد. استعملي قبل ما تنامين، اعتبري زيت ليلي، دخلي شوفي الطريقة تبعته كتير كويسة. طيب
زي ما قلت لكم البشره الدهنيه دائما تجيبها هيك وترش عليها السوداء وتقدر تسوي فيها الزير تحت العين كل وجه كله بالكامل حبايبي بالكامل. البشره الجافه تقدرين مع السوداء بتسوين بالسبوع مره وباقي الايام تظلين بس بالقشور. هاي القشور تقدرين كمان اورجيكم اذا حابه تسوين ماسك، هذا الماسك فظيع جدا للخوات اللي يعانون. كمان تقدرين تسوين هيك اللي عندها حفر عفوا بوجهها، دائما تمسح وجهها بقشور الموز وتفرج وجهك شلون يصير بعد فتره. في وصفه فظيعه جدا كمان للبشره اللي فيها حفر، تسوي له هيك تطلعيه كله طيب وتهرسيه هرس طيب، وبعد ما تهرسيه تحط طين عليه شو، خلي عليه ملعقة صغيرة من العسل وافركيه على المكان الحفر اللي بوجهك والوجه عندك رح يصير كتير حلو. عندك كمان تجاعيد بالإيد فظيع جدا لتجاعيد الإيد، وإن شاء الله كمان قشور الموز فظيعة جدا لتجاعيد الإيد، ورح أطلع لكم وصفة لتجاعيد الإيد الكثيرة اللي في كتير خوات عمرها 30 وإيدها من كثر الشغل والكلوركس والمنظفات تحسين إيدها واحدة عمرها 60-70 سنة من وراء المنظفات. فإن شاء الله كمان رح أطلع لكم وصفة حبايبي بهالوقت وبهالجو البارد. زي ما قلت لكم قشور الموز فظيعة جدا، حاولي هسه بعد ما نزلت الفيديو مباشرة أخذي قشور الموز وأفركي أي منطقة عندك فيها هيجان يعني تهيج فيها شلون نقول احمرار هيك تحسين زي الحساسية، هي تهمد يعني الزيلة زين. فإن شاء الله حبايبي أكون وفيت هذا الفيديو لكم، وإن شاء الله أكون علمتكم كيف تستعملون القشور الموز وكيف نستفاد من قشور الموز. وأتمنى من عندكم أنكم يعني تشوفوا الفيديو هسه مباشرة، رح يكون لإزالة الحبوب كمان وشو هي الدهون والزيوت والكريمات والأعشاب اللي تنفع البشرة الدهنية والبشرة المتهيجة والبشرة اللي فيها شو نقول حبوب. هيك حبايبي أنا كملت الفيديو وآسفة كتير على طول الفيديو، بس أنا عشانكم حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.